بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ كان مع بعض التطبيق اللي احنا كنا عاملينه المرة اللي فاتت، في الفيديو اللي فات، اللي احنا نسقناه وخلصنا كل حاجة، فاضل بس ان احنا ايه هنربط هنعمله باك اند. يعني ايه؟ يعني عايز مجرد ندوس على الزرار ياخد الداتا اللي في التلاتة الانتري دول ويعرضها لي في التري فيو بتاعنا. تمام. طيب دلوقتي عندي تلاتة انتري، كل انتري باسم. انا دلوقتي محتاج لما اجي ادوس على البوتون ده يعمل لي ايه؟ ياخد الداتا اللي في التلاتة انتري ويعرضهم لي في التري فيو. طيب انا هاجي هنا المفروض وهعمل فانكشن. خلينا في الفانكشن الاول، هعمل اقول له ديف باك اند بقى، واقول له دي دالة الشو بتاعتك، او ممكن اسميها سيرفر عادي، ممكن اسميه ممكن تسميه اي اسم يعني انت عايزه. تمام، هقول له السيرفر. دالة السيرفر دي بتعمل ايه؟ بتاخد الداتا من التلاتة انتري وتقوم عرضهم في التريفيو. طيب فانا هاجي هنا اقول له السيرفر، وهاخد اول حاجه عندي الانت نيم. فهاجي هنا واقول له النيم بيكوال ايه؟ بيكوال ان نيم دوت جيت. تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده عندي الفون، فعمل فاريبل اسمه فون، واقول له بيساوي الان بتاعت الفون دوت جيت. تمام. في حاجة نسيناها، ان احنا نخليهم كلهم سترينج. ماشي، خليها في الاخر كده. عندي الانت بتاع الايميل، هقول له بيساوي اي ان اندرسكور ايميل دوت جيت. تمام. ثواني كده. امتى الايميل؟ ماشي، هنشوفها بعدين. طيب محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج انا اخليهم كلهم سترينج، عشان لو فيهم حاجه مكتوبه رقم ولا حاجه ما يجيش يحولها لي هنا للانتجر. عشان برضو لو الايميل بيكتب فيه رموز وحاجات فما يفهمهاش ان هي كود او حاجه غلط، فنقول لا دي سترينج، احنا نحولها سترينج. تمام. طيب محتاجين نتاكد ان لحد دلوقتي الدنيا تمام. ماشي، تعالى نقول له ايه برنت. لو تمام تعالى هنا اطبع لي في التيرمينال واحد. تمام، بص هنا اكتب اي حاجه عادي. برنت ما جابليش هنا واحد. لان انا نسيت هنا اربطها، نسيت اقول له كوماند ايكوال سيرفر. تعال ندوس هنا برنت. قال لي في مشكلة. طب ايه المشكلة؟ المشكلة في الجيت اللي انا كنت شاكك فيها. ماشي، تلاتة أربعة خمسة هنا اي ان نيم. طب احنا عملنا ايه غلط هنا؟ هل في حاجة غلط احنا عملناها؟ اعتقد الجزئية بتاعت البليس اي ان اندرسكور نيم. لو المشكلة اتغيرت من السطر من سطر خمسة اللي هو كان بيقول عليه. فعلا اوكي. المشكلة اللي حصلت دي بسبب ان احنا كنا حاطين النيم البليس مع نفس السطر بتاع النيم، وانا لما باجي عندها في نفس السطر في الفاريبل بتاع الانت نيم، فانا لما باجي عندها فوق بيقول لي ان في مشكلة، الانتري عندك فيها مشكلة. اتاري المشكلة ان انا حاطط البليس مع في نفس السطر. اذا فالانتري بناء عليه، يعني فالانتري او اللي احنا استفدناه من الخطا ده، ان الانتري ما تحطش معاها السيستم بتاع الجيومتري معاها في نفس السطر. يعني كده الانتري ما تحطش معاها في نفس السطر البليس او الجريد او الباك. تمام. احنا برضو ايه بنعمل تطبيق علشان بحيث ان لو ظهرت لنا اخطاء نتعلم منها. من underscore
HTML. طبعا كده نجرب. تمام، مطلعليش اي مشكلة والحمد لله. تمام، نرجع نكمل الكود بتاعنا كده. انا خلاص انا قدرت اجيب الجيت. حتى بصوا اللي خلاني اعمل، ان انا لما جيت ابص هنا، لما جيت اقفل الكوس ما جابليش الايه ريتيرن ذا تكست، اللي هي ان الداله ديت بتعمل ايه. فعشان كده انا قلت نجرب، نجرب نشوف احنا في حاجه غلط ولا تمام. دلوقتي خلاص انا كده جبت الثلاثه الانتري اللي عندي. تمام، عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعرضهم جوه ال التريفيو عندي. طب انا قلت عشان ادخل داتا في التريفيو كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل حاجه اسمها انسيرت، كنت بقول له تيبل دوت انسيرت. انا هنا عندي الفاريبل برده اسمه تيبل اهو، فانا هاجي هنا واقول له تيبل دوت انسيرت، وافتح الكوس انسيرت. تمام، اول حاجه كنا بنسيب له دي فاضيه البيرنت، كنا بنقول له الاندكس اللي هو ان هو يدخل لي الريكورد دوت او الصف الداتا دي في انه صف او في انه اي دي. فكنت بقول له tk دوت اند لو فاكرين الناس اللي مذاكره، ماشي. وكنت ببدا بقى ايه اقول له الفاليوز واعمل اقول له بتساوي وسكوير براكتس وابدا ادخل له الداتا بتاعتي بالترتيب. طب انا اول حاجه بدخلها له هنا ايه؟ النيم. اشمعنى النيم؟ لان انا في الجدول هنا اول حاجه عندي النيم، بعد كده الفون، بعد كده الايميل، فانا لازم احطهم بنفس الترتيب. فاول حاجه هدخلها له هنا، هدخله الفاريبل اللي اسمه نيم، بعد كده هدخله الفاريبل اللي اسمه فون، بعد كده هدخله الفاريبل اللي اسمه ايميل. تمام، تعال نجرب نقول له مثلا ايه احمد الفون مثلا 0123456789، الايميل احمد at احمد.com مثلا، اي حاجه. تمام، تعال نقول له برنت. حط لي الريكورد اهو، سجلها هنا. بس في حاجه دلوقتي، هو احنا عايزينه هو بعد ما اخد الداتا ساب الداتا الموجوده في الانتري زي ما هي. انا عايز امسحها عشان لما اجي اكتب حاجه تانية ما تبقاش كونفليكت كده وتبقى ايه موجوده. طب دي هنعملها ازاي؟ شفناها في الفيديو اللي فات، كنا بنعمل ايه؟ نيجي هنا ونقول en underscore name dot dot ايه dot delete. تمام، كنا بنقول له من زيرو ل اللينس بتاع النيم. طبعا الكود ده لو كنت بكتب ايد الاتنين كان زمانه خلص من بدري. بس ماشي، فون ايميل، نغير في الفاريبل هنا دي هتبقى هو كان اول الاول فون اهو. ماشي، الاول فون، بعد كده هنا الايميل. تمام كده، تعالوا نجرب نشوف. اكتب له هنا ايه؟ اي اسم، ياسر اي اسم، رقم التليفون 0123456789، رقم الايميل ياسر @yahoo.com. تعال ندوس برنت. سجل لي اهو الداتا بتاعتي وفضالي الانتري. تعال ندخل انتري جديد، احمد رقم التليفون اي رقم، الايميل اي حاجه، برنت. تمام، سجلها لي اهو وشال لي البيانات المكتوبه. تمام كده، ده كان التطبيق اللي احنا عملناه. في الفيديوهات الجايه بقى احنا بدل ما احنا بنكتب كده وتقوم جايه مطبوعه هنا، مجرد ما اقفل البرنامج واجي افتحه تاني واجي افتح البرنامج تاني، الداتا اللي عندي اللي انا كتبتها راحت، او البيانات اللي انا كتبتها راحت. طب اللي انا عايز اعمله ايه بعد كده؟ بعد كده في الفيديوهات اللي جايه انا عايز اعمل ايه؟ عايز اتعلم استخدم قاعده بيانات. يعني ايه استخدم قاعده بيانات؟ يعني بدل ما انا اكتب البيانات ومعروضه هنا، لا انا اكتب البيانات والبيانات دي تقوم متخزنه مثلا في ملف معين. تمام، وبعد ما تتخزن في ملف معين، يعني الانتري تقوم بعدها تخزن في ملف معين،
ويقوم التريفيو جايب البيانات اللي موجودة أو المتسجلة في الملف ده يعرضها. فبالطريقة دي أنا مهما أقفل وأفتح في البرنامج، البيانات اللي موجودة هي كده متسجلة في الملف، ملهاش دعوة بالبرنامج، والملف ده متخزن. فأنا بالطريقة دي كل ما أجي أفتح البرنامج أي بيانات متخزنة في الملف أو أي بيانات أنا كتبتها قبل كده متخزنة في الملف هتيجي تتعرض لي هنا إيه أوتوماتيك، مش هتبقى فاضية كده زي ما إحنا عاملين. تمام، في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنشرح ايه هي الداتابيز وهنشرح ازاي نستخدمها اللي هي الاس كيو ال. تمام، شكرا لكم، واتمنى ان الدرس يكون سهل وبسيط وما تكونش واجهتكم اي مشاكل او في حاجه او في اي حاجه مش فاهمينها. ولو مش فاهمين اي حاجه ولو في حاجه واقفه معاكم تواصلوا معايا او اكتبوا في الكومنت وان شاء الله هتواصل معاكم ونحل المشكله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.